يا جماعة نسألكم الفاتحة لوجه الله تعالى. أنتم في حضرة السلطان الشهيد المنصور خراون الألف الصالحي النجمي وابنه السلطان الملك الناصر محمد بن قراون. اقرأوا الفاتحة لوجه الله. أو حد كتير أحكي حد كتير. الأولى وفاة المنصور قرون، والثانية وفاة الناصر محمد. الأولى بطل القصة اسمه علم الدين المنصوري، والثانية اسمه علم الدين سنجر الجوزي. لما مات السلطان المنصور قرون طبعا بيعملوا عزاء للسلطان، صح؟ جه الأمير علم الدين المنصوري ده، الرجل ده كان قائد عسكري فذ ومحنك، أمر المقريين إن هم يبتدوا بالتلاوة على روح السلطان. قرأوا وهم بيقرأوا يقول لهم إيه؟ إيش هذا؟ هذه قراءة تفترق بسلطان؟ علوا صوتهم. طبعا المقريين بقى علوا صوتهم. بعد خمس دقايق خلصوا خرجوا. إيش هذا؟ قراءة واحدة لسلطان، يقرأ الثانية. قرأوا الثاني طبعا بقى يعلوا صوتهم. وبيذكر المؤرخ ابن تغري بردي ان هم كانوا بينطوا، يعني في صوره يعدوها. خلصوا قراءه طبعا كان صوتهم اتنبح، عايزين اجرتهم. الامير علم الدين قال لهم ايه؟ الله خلق السماوات ثلاث والاراضين ثلاث والمعادن ثلاث، اقرأ الثالثه. خرج الشيخ ابن الغفير اللي كان زعيم المقرئين ده، قال لك فحمدنا الله انه لا يعلم انها سبعه. من الطرائف اللي حصلت وقت